في أفق التحضير لإطلاق مشروع برنامج التنمية الجهوية لجهة داخل وادي ذهب على مدى 6 سنوات المقبلة، تم اليوم بمقر ولاية الجهة عقد لقاء تشاوري جمع أعضاء المجلس الجهوي للداخل وادي ذهب ومسؤولي مكاتب للدراسات بهيئات المجتمع المدني المحلي، بهدف الإصغاء إلى اقتراحات هذه الأخيرة وإدماجها في صياغة برنامج التنمية الجهوية. المجلس الجهوي لجهة الداخل وادي ذهب يوم تشاوري بمشاركة مكاتب دراسات والهيئات الاستشارية حول كان موضوع هو حول إشراك هذه الهيئات في إعداد وتصميم واقتراحات من طرفهم في إعداد البرنامج التنموي الجهوي لجهة الداخلة وادي ذهب، وهذا يندرج في المجلس الجهوي منفتح على الهيئات الاستشارية قصد بلورة مجموعة من الأفكار والمقترحات قصد تفعيلها في هذا المخطط الجهوي المرتقب. هو لقاء تنصلي المرسوم التي تضبط المنهجية للعمل دي الإنجاز، والتي يروم يكون عمل تشاركي تشاوري. واليوم جينا باش نستمعوا مع الإخوان دي الجهة لجميع الفعاليات والهيئات الاستشارية للمجتمع المدني اللي غادي تكلموا على تصورات ديالهم، الإكراهات ديالهم، وكيفاش تشوفوا البرنامج الجهوي يشمل المقترحات ديال جميع الهيئات التشاورية التي تنصل على القناة. اللقاء تميز بطرح جملة من الإشكالات التي تعيق عمل الفاعلين الجمعويين المحليين. وجود مكاتب دراسات اللي استدعوها باش هي اللي تعدل دراسة مثلا الاستراتيجية كيف اللي تخدم عليها الجهة من هون 5 سنوات قادمة ونسة، فكان من المفروض أنه شراك المجتمع المدني كعنصر فاعل في هذا المجتمع، في مجتمع جهة الداخل وادي الذهب، باش يعبر عن احتياجات الساكنة اللي كتخص جميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية إلى آخره. فهون كان تدخلنا هو أنه كل جمعية من منطلق التعامل الدومين اللي كتعمل فيه واللي تنشط فيه أنها تجيب لهم شنو الإكراهات اللي مثلا تخص ذلك الميدان، سواء الصحة أو التعليم إلى آخره. ومن خلال المشاركة ديال جميع الجمعيات تمت هناك مثلا كيف اللي تقولوا حصر الرؤية ولا معرفة جميع الاحتياجات هاي الساكنة وترتيبها على حسب الأولويات اللي منها المرأة والطفل والصحة لهم والتعليم إلى آخره. وهناك سيقوم يعني جمع هذه المعلومات كمقترحات، كاين منها لمعلومات ديال دراسات ميدانية اللي قامت بها جمعيات، وسيتم جمعها على أساس أنها اقتراحات تقدمها مجلس دراسة المكتب دراسات باش هي تعطي رؤية شاملة مخطط كامل في جميع المكونات اللي كيدعم مخطط جهوي ناجح لجهة الداخل وادي ذهب. الأدوار الجديدة التي بات يلعبها المجتمع المدني من خلال الدستور الجديد جعلته حلقة مهمة من أجل عرض توصياته ومقترحاته قصد العمل على إشراكها في سياسات التنمية.